السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل المتابعين بالدنيا. وقبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى. ويلا نبدي بقصتنا. قصة اليوم عن بنية اسمها نور الهدى، عندها جن عاشق صارت بيها أشياء مرعبة ومخيفة، وهاي القصة هي موعظة وعبرة للبنات خاصة. نور الهدى تقول: كنت أسكن ويا أبويا ويا أمي، وأنا كنت الوحيدة لهم، كانوا يحبوني حب مو طبيعي ومدلليني، وأنا كنت جميلة وشعري طويل ومرتبة لأبعد الحدود، وأهلي دائما يصرفون علي. تقول: كنت هواي أكو أمور بالدين غافلة عنها وجاهلة وما أعرفها بسبب البيئة اللي عشت بيها، يعني والدي يصلي والدتي تصلي لكن صلاة طبيعية وعادية، لما يجي رمضان نصوم وصيامنا يكون عادي. كانت عدة أشياء أسويها غلط، ما حد يقول لي إنه هاي الأشياء اللي جاي تسويها أنت ترى غلط وما يصير. واحدة من عدهن يعني سماع الأغاني داخل الحمام، كنت أحط السماعات بإذاني وأسمع. وأكو بعد شغلات بالليل أظل مثلا أغني، أحيانا يعني أستعرض جسمي قدام المراية وغيرها من الأشياء. وما صورت يوم من الأيام أن مس من جن أو يعشقني جن ويحبني. بأحد الأيام إجا والدي وكان يقول: أقاربنا مسوين حفلة زواج لبنتهم ولازم إحنا نروح. وهاي كانت بالنسبة لنا مثل السفرة أو الرحلة، فرحنا بالسيارة مال والدي ورحبوا بينا. خاصة أني كنت أختلف عن كل البنات اللي موجودين، البنات اللي موجودين كانوا بنات طبيعيات وعاديات، واني وحدي كنت اختلف بلبسي وبشكلي وحتى بشرتي. البنية العروس بذاك الوقت مو مثلي، كل اللي شافني انبهر بي، وحتى ناس اجوي وخطبوني من والدتي، ووالدتي قالت لهم ما نقدر نزوجها، اول شي احنا لها حرية الاختيار، وثاني شي بعدها ما مكملة، نريدها تكمل يلا عود بعدين نخليها تتزوج، يعني يريدوني أكمل التخرج مالتي لأن كانت سنتي الأخيرة، ويريدوني أتخرج وأتعين وبعدها أنا أفكر بالزواج أحسن. هذا كان قرارهم وقراري كذلك. المهم فورا ما كمل الحفل كله، إحنا البنات انجمعنا بمكان كانوا يحبوني، وبنفس الوقت أنا ما كنت متكبرة عليهم، وجن البنات وقالن نريد تخلينا مكياج مثل اللي بوجهك. وصدق اجيت وقمت اسوي لهم بوجوههم وبشفايفهم وبعيونهم لغاية ما تعبنا وقلنا خلي ننام. فقالن البنات: احنا هنا ما عدنا مبردة والجو بالليل شوية يصير يعني جميل، نفتح الشباك. قلت لهم: اخاف تدخل علينا حشرات اللي هي البق والبعوض؟ قالوا لي: لا احنا حاطين سيم ما راح يعبر. المهم فتحوا الشباك وظلينا نايمين. الغرفة كانت ظلمة هندس، ما حد يشوف أحد، وأنا قلت لهم ما أحب وحدة تنام يمي قريب، يعني لازم أكو فراغ أختنق كنت يعني، لأن والدتي إذا نامت يمي أحس بضيق بالتنفس. المهم انطوني مكان متسع ونمت بي، وهسته ونغفيت أو غمضت عيوني حسيت إيد انمدت على جسمي، فصحت أنا بصوت عالي وقلت: منو مد إيده علي من البنات؟ البنات هنا وحدة من عندهن شعلت الضوء، ولقينا ثلاثة نايمات. المهم إحنا كنا مجموعة ما كان أكو أحد قريب يمي. قالت لي: شبيك أخاف حلمانة؟ قلت لها: ما أدري حسيت أحد لزمني. المهم ورجعت ونمت، وراها تقريبا بنص ساعة أو شوية أقل حدث نفس الأمر، لكن هالمرة بإيد أنعم ومشت يعني من على صدري وعلى بطني، وبعد ما نزلت شوية مسكتها بإيدي، وأول ما مسكت هاي الإيد بإيدي انسدت على إيدي كأنه يعني شخص يعني مسك إيدي بهاي الطريقة. اللي حدث بي هنا أناني ارتعبت، لأن ظليت لازم الإيد بإيدي وأصرخ بصوت عالي. البنية اللي قريبة على الضوء شعلت الضوء، لقيتني أنا بس سادة إيدي وهاي الطريقة، وأصلا ما كان شيء أي حاجة، وكنت متأكدة 100% أنه أحد مشى إيده على جسدي. المهم بذاك الوقت يعني صدق كنت خايفة ومرعوبة،
ووصل الخبر لأمي، اجت علي قالت ايش بيك؟ قلت لها ما ادري هيك احس. قالت تشيل المكان اتغير عليك وانتي ما متعودة، تريدين تجين تنامين يمنا؟ قلت لها تمام. المهم رحت ونمت بمكان ضيق، مع العلم اني اختنق بالاماكن الضيقة. نمت بذاك الوقت بين النسوان الكبار وعفت البنات اللي بقدي، صدق وفيت بذاك المكان، لكن حلمت حلم غريب بشاب، وهذا الشاب كان أسمر وطويل، وبنفس الوقت كانت عيونه ملونة، ويقول لي أني أحبك وانطيني إيدك بس الزمي إيدي وكل شي ما أريد منك. فبالحلم هو مجرد حلم، وانت لا شعوريا ولا اراديا الاشياء اللي تصير بيك. انطيته ايدي ولزمني وبدأ يمشي بي، واخذ في مكان اول شي يعني عادي وطبيعي، سما ومي وزراق وخضار، لكن شوية شوية بدت مثل اللي تغرب، ووقفني بمكان وتركني، وبديت اصرخ واصيح، وقعدت على صراخي، وحتى اني نايمين قعدة والدتي قالت شبيك وشنو اللي جاي يصير عليك. حرفيا بذاك اليوم اتدمرت، ردت بس الصبح يجي حتى اغادر، واجا الصبح وغادرنا. ولما غادرنا وصلنا البيت على الظهر، فطبت والدتي للحمام وراها والدي، وانا حضرت ملابسي حتى ادخل. والدتي كانت تعبانة ونامت، ووالدي عنده شغلة طلع، وانا ظليت بالحمام. دخلت الحمام وكالعادة طقوس اسويه، احط السماعات باذاني واسمع اغاني، وبعدين يلا اغسل شعري اخر مرحلة. المهم فاني حاطة السماعات، غسلت يعني وجهي اللي حدث هنا وايدي وكذا، وكنت مغمضة عيوني، حسيت انه احد لزمني من خصري. بذاك الوقت كنت متأكدة وحتى احس بإيدي، انفزعت وقمت يعني ما اعرف شلون اتحرك، واوخر الصابون عن عيني واغسل بيها، وما كان اكو احد يمي. الصراحة خفت وارتعبت، وصار عندي هذا الامر مرتين بنفس الوقت، كل ما اغمض عيوني شوية واسهى احس انه احد يلزمني. المهم طلعت من الحمام مرعوبة، ورحت لوالدتي وقعدتها وسولفت لها، وقالت لي ما بيج اي حاجة، انت توهسين فقط، روحي بدلي ونامي احسن، لان احنا اصلا مالنا وما ارتاحين بسببك بالليل. المهم صدق رحت انا مباشرة للغرفة بعد ما جففت شعري ونمت. ويوم اللي نمت اول مرة احلم حلم انه اني نايمة ويا شاب، وكنت بذاك الوقت يعني انا ما رايدة هذا الشي، كنت خايفة من اهلي وشون راح اقول لهم. المهم بذاك الوقت الشاب اللي شفته بالمنام تعدى علي، وكان الحلم كأنه حقيقي. يوم اللي قعدت لقيت هدومي يعني مرفوعة لي فوق، والظاهر اني غثيانة بنوم عميق، وكنت يعني غثيانة وكانت نومتي عميقة جدا. اللي حدث هنا أنا قمت من مكاني، وكنت حتى أقلب بجسدي، والمكانات لما كان يلزم إيدي ما كنت أشوف أي حاجة. المهم وبعد ما إجي الليل فحبيت إنه أنا أبيب هدوم وألبس هدوم أنام بيهن أخف، كنت أحب الهدوم الخفيفة يعني. فناظرت لقيت كدمات على رجلي وبيدي، الكدمات منين إجتي ما أعرف. بذاك الوقت شعرت انه اني بيه فد غلط، او اكو فد شي يعني انا سويته غلط، مستحيل هاي الكوابيس تجيني هيج. المهم فكنت حتى خايفة انام ويجي يتعدى علي مرة ثانية، وكنت استحي اروح لوالدتي واسولف لها. رحت للثلاجة حتى اشرب مي، وناظرت لقيت عندنا منوم، قلت هو هذا الحل، انام وما اقعد ابد. المهم اخذت المنوم واثنين اخذت وشربتهن، والمنوم هذا يعني قوي جدا، وراها يمكن ب5 دقائق عيوني قمت ما اقدر افتحها وما اشعر باي حاجة، لغاية ما نمت وما اعرف اني غفيت ولا ما غفيت، لكن اني اخذت منوم. شعرت انه احد يلعب بشعري، لكن الدنيا ظلمة وما جاي اشوف احد، وبعدها قبلني، كنت ما اقدر احرك ايدي ورجلي، ما اقدر اسميه جاثوم او شلل النوم. هذاك ما تقدر تتحرك انه انت تحاول وما تقدر، لكن انا اصلا ما اقدر ارفع ايدي نهائيا. اللي حدث هنا سوى الشي اللي يعجبه، وكنت انا بذاك الوقت يعني ما اقدر حتى يعني اوخره، ولا اقدر ولا اصلا اريد اني اوخره، ما كنت اعرف
شنو اللي رأيته تحديدا؟ ثاني يوم لما قعدت جسمي متعب جدا ومتكسر وما أقدر أتحرك، ووالدتي تقول لي إيش بيك أنتي؟ شو تغيرتي من بعد ما جينا؟ قلت لها ما أدري، جاي أشوف أحلام مو زينة وكوابيس. قالت ما علي، أنا أوديك هنا الواحد يقرأ قرآنه ذا تريدين. أمي كانت يعني ما عاد هيك شغلات، لكن هي تسمع إنه مثلا شخص يقرأ بالقرآن هيك. الصراحة وافقت مباشرة لأن كنت متأذية ومستحية أقول لوالدتي. فرحت هناك قام يسألني أسئلة وقمت أنا أستحي، وهو يسألني على أسئلة صايرة بي بس أستحي أقول له إيه هي صار. المهم أقول له لا كذا، قال لا عاد ما بيك شي. المهم قرأ علي شوية قرآن، حسيت بدوخة، قال لي حسيت بشي؟ قلت له بدوار بسيط. رجعنا من عنده وعدت يعني الوضعية تمام. لغاية العصر تقريبا والدتي قالت ليش ما تروحين لصديقتك؟ كانت عندي صديقة اسمها فاطمة، وكنت أرتاح لما أروح يمها. صدق قمت بدلت ورحت. رحت لفاطمة وقعدت يمها، ومشى الوقت علي وما حسيت بيه لأن شعرت راحة مو طبيعية ببيتهم. لغاية ما شفت الوقت وقلت لها أنا لازم أغادر. كانوا قريبين علينا يعني بشارعين ثلاثة، يعني أقدر أروح مشي وأرجع مشي. وأنا راجعة حسيت أكو خطوات وراي، التفتت لقيت نفسه الشاب اللي يجي علي. المهم قمت كل ما أمشي بسرعة هو يمشي أزيد، لغاية ما وصل ليمي ولزم شعري وصرخت وقمت أركض. وكان أكو رجل كبير قاعد بالباب وهو كان يركض وراي. لما وصلت لهذا الرجل هو توقف، قلت للرجل هذا يركض وراي. الرجل كان يناظر ويقول لي ماكو أحد. النوبة انقلقت أزيد وزاد عندي الرعب والخوف. المهم بعد ما قال لي هذا الرجل اللي بالشارع ماكو أحد، طبعا هو يعرف والدي، أخذني وراح. وكنت خايفة وجسمي يرتعش، وكل ساعة أحس أحد يمشي ورايا وهذا الرجل أصلا يمشي وياي. ألتفت وما ألقى. وصلني للبيت ووالدتي اتحجبت إنه هو جايبني. خير شكو؟ قال لها كذا وكذا، وما كان اكو احد اصلا. ومن هاي اللحظة اتدهورت حالتي. يجي والدي يكلمني اقول له ما بيه شي، والدتي تجي اقولها ما ادري ايش بيه. المهم كنت انام بالليل، يجي يتعدى علي وغصبا ما علي ياخذ اللي يريده ويروح، وما كنت اقدر اسوي له اي حاجة. احاول اوخره باقدامي وبايدي لكن ما يوخر. احيانا اشوف وجهه واحيانا بظلام بظلام، وما اعرف اللي جاي يصير بالحقيقة ولا بالحلم فقط. لكن اقعد الصبح القى على جسمي اثار وكدمات واشتم ريحته. كانت ريحته مو طيبة نوعا ما، كنت اشتمها بكل مكان اروح له، يعني على الارض، على الفراش، بايدي، بجسمي، بشعري. قمت ما اقدر ادخل للحمام أكثر من دقيقتين ثلاثة، يعني بس أدخل أدب على نفسي مي وأطلع أركض، لأن إذا ظليت راح يجي علي مباشرة ويلزمني. وكنت بذاك الوقت يعني ما أعرف شو أسوي. المهم فعدت علي فترة وهو وياي لغاية ما أني سلمت روحي. قام يجي ياخذ اللي يريده ويطلع لأن كنت ما أقدر أقاوم أصلا. كانت عندي صديقة اسمها آية، حكيت لها على كل شيء وبدت يومية تتكلم وياي بالليل. وكنت فرحانة لأن كنت ما أريد أنام وأتمنى إنه شخص يظل قاعد وياي. وهي كانت تبقى قاعدة لحد الساعة 4 لحد الساعة 5 أحيانا. كنت تاني يعني لما يوصل وقت الآذان أحس إنه هو بعد ما يجي، وأكثر وقت أقدر أنام بيه يعني مرتاحة هو أوقات الصبح يعني فقط، وراها ما اقدر انام نهائيا، يقوم يجي الي باحلامي. المهم اللي حدث هنا انا جاي اتكلم وياها طبيعي، فقلت لها شنو رايك تضلين وياي على الخط؟ اريد ادخل للحمام بس اغسل ايدي ورجلي. كان بذاك الوقت الجو حار. ظلت وياي على الخط، غسلت ايدي ورجلي ورجعت. كنت اشتم بجسمي ريحه مو طيبه وكانت ريحته هو. المهم جبت العطر كله خليته علي ولحد الآن أشتمها. المهم استمريت أتكلم ويا صديقتي وأنا جالسة على الطارف مال السرير. حسيت إنه واحد جاي يتنفس أو واحد جاي يشتمني من رقبتي من نار، وكانت أنفاسه قريبة علي جدا وجاي أحس بحرارتها. تقول نور الهدى شعر جسمي كله وقف وعجزت عن الحركة. أريد أتكلم
ويا صديقتي قمت ما أقدر. المهم مرة واحدة نزل إيدي مباشرة هيك وخلى التليفون ما موجود وحضني وخلى راسه على كتفي، وأنا هنا أنا عجزت عن الحركة. وبنفس الوقت أول مرة أحس هيك إحساس، لساني أحس إنه أحد لزم بإيده وما جاي أقدر أطلع ولا حرف. حاولت أندار وشفته نفسه، هذا الشخص الأسمر. وبعدها حسيت إنه تنمل بأطرافي، وحسيت نفسي إنه أني يعني فاقد الشعور، ما كنت أشعر إنه بشي ولا حتى أقدر أتحرك، لحد ما خلاني أستلقع السرير وقمت أشوف ظلام بظلام يوم اللي صار فوقاي. كان جسمي عريض جدا وريحته كريهة لغاية ما قعدت إلا الصبح، ولما قعدت الصبح كنت خايفة ومرعوبة. المهم تكلمت ويا صديقتي لأن هي اللي كانت على الخط، قالت لي أنت بالبداية كنت تحجين، وبعدها قمت أسمع صوت مال خرخشة يمك قوي جدا، قلت احتمال السماعة اللي لابستها أو شي جاي يتحرك. وبعدها أنت سديتي الخط علي واتصلت عليك عدة مرات، كان تليفونك مغلق، وقلت احتمال خلص شحن. المهم يعني هي ما سامعة أي حاجة ولا أي شي، ردت أتأكد هل هو إجي ولا لا. الصراحة يعني الجن العاشق مؤذي جدا للبنات، يعني إذا بنية هسه ببالها إنه الجن العاشق راح يجي وترتاح وياه وكذا، فهذا الشي مستحيل. تجربة وعشتها وكانت صعبة جدا علي، تعبت جدا من الحالة اللي أنا بيها. فوالدي قرر ياخذني شخص يقرأ علي قرآن، وصفوا له واحد بمكان بعيد، أخذني بالسيارة وقرأ علي قرآن هذا الشخص، وقال لي لوالدي قال له مبين عليها آثار المس، لكن الجن اللي موجود بيها حاليا طالع من جسدها ورايح، هي اللي لازم السيطرة عليه، خليها تقرأ قرآن ودائما تقرأ آية الكرسي. وبعد ما طلعنا من يم الشيخ ظليت أردد بآية الكرسي طول الطريق، وحتى اعطاني مي قال لي اشربيه قبل لا تنامين وحاولي توضين بيه، وقال للوالدي إذا يخلص لما يبقى بشوية زيده وخلي تعيد الكرة. المهم قبل لا أنام حطيت مي وقرأت ومددت ونمت، ولما نمت شعرت بضيقة بالتنفس مو طبيعي، وقمت ما أقدر أتنفس أبد، كأنه أحد فوق صدري وكاتم أنفاسي. وبعدها شفت مرة ضوء قوي، والضوء هذا بدأ شوية شوية ينصل لحد ما اتضحت عندي الرؤية، وشفته واقف قدامي أول مرة أشوف وجهه، وكان فاتح عيونه بطريقة عجيبة كأنه يريد ياكلني، وبعدها شدني من شعري وسوى اللي يريده. وبنفس الوقت لما انقعدت لقيت شعري مساقط مو طبيعي، يعني بكثرة موجود على الأرض وموجود على المخدة وموجود على الفراش اللي نايمة عليه. لما شفته كان شعري أحبه وطويل، ولما جاي أقول بكمية يعني بكثرة قمت أصرخ وأصيح. اجتي والدتي علي قالت شبيك، وناظرت وهي هم تعجبت من الشي الحدث. والدي عباله لأن هذا المي شربته راح لهذا الشيخ وقال له ترى البنية كذا وكذا، فالشيخ قال له ما أقدر لأن البنية ما جاي أعرف هو شو وقت موجود يمها. انجبر أن الشيخ يجي ويبات يمنا ليلة، وظل حرفيا قاعد يمي بالغرفة هو والدي. بذاك اليوم اجى علي، اجاني بالحلم وكان حلم طبيعي وعادي، قال لي ما راح اسوي لك اي شيء لكن انتظرهم يطلعون او يروحون وباعش راح اسوي بيك، راح اخذ روحك. ذاك الوقت كنت انا وياك متفاهمين واي شيء اريده اسويه، وهسه انتي قمتي تعصيني. المهم وتركني وراح، وقعدت الصبح والشيخ كان نايم بالصالة، فقال لي شنو اللي صار؟ قلت له حلمت كذا وكذا يتوعد لي. رجع وقال لي اقرأ قرآن وحصن نفسك، قلت له تمام. كان رجال محبوب ومثقف، تركنا وراح، وقال لوالدي ما عليها شي ولا تخاف عليها وهي سبعة وقوية وراح تقدر تتخطى. الصراحة وقفت على المراية أشوف نفسي، ضعفت العظام مال جسمي يعني بانت، شعري قام يتساقط،
كان اللي جوا عيوني مبين انه اني تعبانه وما نايمه عدل. كل هاي الاشياء بي، حتى جسمي اسمر، دمرت تدمير بسببه. فقمت اقرا قران وطلعت المصحف وقرات بي لغايه ما اجي الليل، شد علي النعاس، حطيت راسي على المخده ونمت. ويوم اللي غفيت اجى علي، واول ما دخل للغرفه ما دخل وحده، شفت وياه اثنين وما اقدر اقول دول شنو، كانوا اكثر من عنده شويه لكن بدون ملامح. وهذا الشيء داخل الحلم، حسيت نفسي انه انا اتشتفت على السرير، واجى هو وضربني، ضربني على وجهي وعلى صدري، وكانت كل ضربه يضربني اياها احس انه الدماء تقوم تجاره من عندي، لغايه ما اعرف شلون نطقت كلمه لا اله الا الله. قلتها وقلتها يعني بالقوه، الصراحه اختفى من يمي، وانا قعدت احس بوجع مو طبيعي بوجهي وبصدري وبايدي وبكل مكان بجسمي. قمت اصرخ واعيط وانجنيت تماما، وحرفيا قمت اصرخ من مكان لغايه ما اجوي ابوي وامي. دخلوا علي الغرفه لقوا وضعيتي مو طبيعيه، لان كانوا يناظرون بوجهي ومنبهرين، واني لما شفتهم هيج قمت وقفت وناظرت بالمرايه، لان كان وجهي يحرقني، لقيت وجهي كله مشخط ويذب دم، وحتى صدري وايدي وكل مكان بجسمي. اهلي يقولوا لي شنو اللي سوى بيك هيج، اقول لهم ما ادري. المهم اخذوني وذبوني يم الشيخ، وبقيت يومين، وبهاي اليومين قدرت اتخلص من عنده بعد ما قرأ علي الشيخ رقية مكثفة. يمكن 6 ساعات واني قاعدة بغرفة يعني صغيرة وبيها سماعات كبار مشتعل بيها قرآن، وقدرت اتخلص من عنده. وورا ما تخلصت من عنده ظليت فترة تقريبا 3 اشهر اتذكر الحادث واتراجع، وحالتي ما جاي تتحسن، لكن هو ابتعد عني تماما. كنت ما اقدر اعوف القرآن، بديت اقرأ القرآن بصورة مستمرة. المهم وراها انا قدرت اتعدى المرحلة كلها واتخطاها، وحتى انخطبت، وهسه متزوجة وعندي اطفال 2 على كلامها. طبعا القصة كانت بيها فائدة وموعظة للبنات. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.